والمبسوطة. سكينات من التلميذات المجتهدات فهي مواظبات على قراءة الكتب المفيدات المتنوعات في آنات وصمت. المهم باختصار هاد التاء المربوطة والتاء المبسوطة، التاء المربوطة هي تقدر تنطق بحال هاء، بحال دابا المتنوعات نقدر نقول المتنوعة، فهمتي؟ في آنات، في آناه، فهمتي؟ صمتين ما نقدروش نقولوا سمهي سمهي، فهمتي؟ إذا صمتين ضروري ديرها مبسوطة، بحال دابا قراءاتين قراءة، فهمتي؟ مواظبة مواظبة مواظبة. المجتهد والمجتهدات اش نقولوا؟ المجتهده مجتهداتي، نقدروا نقولوا مجتهده، ما نقدروش نطقوها. هذه تقريبا فيما يخص النطق ديال التاء مربوطة في اخر الاسم المفرد المؤنث فاطمه، اخر الصفه المفرده المؤنثه نظيفه، اخر الاسم المفرد على وزن فعله حياه، اخر الاسم المفرد على وزن مفاعله مباهاتون. مين مباهات؟ مباهات هي واحد تبان على الاخر، فهمتي؟ بحال دابا شي واحد لبس شي كسوه من اجل المباهه، المباهه هي تحاول تميز على الاخر، تبين التميز ديالك على الاخر، فهمتي؟ اخر جمع، اخر جمع، اخر جمع تكسير الاسم المنقوص قضاء، قضاة قضاتون حماتون. ترسم التاء مبسوطة في الأفعال إذا كانت أصلية بات نبت، ساكنة باتت نبتت، متحركة سكتت قرأت 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 ياك. مبسوطة تكون في الأفعال وفي الأسماء. تمام. وترسم مبسوطة في الأسماء إذا كانت بعد سكون حي بنت أختن بعد سكون حيين ياك، بعد مد بالواو بيوت حوت، بعد مد بالياء كبريتون مبيتون. في جمع المؤنث السالم أستاذاتون ممرضاتون. وترسم في الحروف ليتق لاتق بالفرق.